الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الان والى ابد الابد كلها امين. كنا بدينا المره اللي فاتت مع بعض المزمور 44 ضمن مزامير الساعه الثالثه اللي هو في بدايته بيقول فاض قلبي بكلام صالح. هنقوله برضو كده مع بعض لان احنا هنكمل الجزء الثاني والاخير منه. فاض قلبي بكلام صالح اني اخبر الملك بافعالي، لساني قلم كاتب ماهر، انك ابرع جمالا من بني البشر وقد انسكبت النعم على شفتيك، فلذلك باركك الله الى الدهر. تقلد سيفك على فخذك ايها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملك من اجل الحق والدعاء والعدل، وتهديك بالعجب يمينك، نبلك مسنون في قلب اعداء الملك ايها الجبار. الشعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله الى دهر الظهور. قضيب الاستقامه هو قضيب ملكك، لانك احببت البر وابغضت الاثم، من اجل هذا مسحك الله الهك بزيت البهجه افضل من رفقائك، المر والماع والسليخ من ثيابك، من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك. بنات الملوك من كرامتك، قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك، لأنه هو ربك وله تسجدين، وله تسجد بنات صور بالهدايا، ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشات بالذهب، متزينة بأشكال كثيرة، تدخل إلى الملك عذارى في إثرها، جميع قريباتها إليه يقدمن، يبلغن بفرح وابتهاج، يدخلن إلى هيكل الملك، ويكون لك أبناء عوضا عن آبائك، تقيمهم رؤساء على سائر الأرض، ويذكرون اسمك جيلا بعد جيل. من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر وإلى دهر الدهور. هللويا. المزمور ده يا أحبائي زي ما عرفنا المرة اللي فاتت، ده من ضمن المزامير اللي بيقولها الأب الكاهن في صلاة الساعة الثالثة، ومزمور بنسميه مزمور مسياني، واحنا خدنا قبل كده المزامير المسيانية اللي هي بتتكلم عن المسيا أو المسيح المنتظر، فده من ضمن بيتكلم بوضوح عن المسيا، وبدينا الحكاية دي المرة اللي فاتت، زي ما قال إنك أبرع جمالا من بني البشر وقد انسكبت النعمة على شفتيك، وبعدين يقول مثلا تقلد سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملك، ويقول مثلا نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك أيها الجبار، الشعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. اللي بتتقال كلحن عظيم جدا في يوم ثلاثة البسخة الساعة 12 صباحا، ويوم الجمعة العظيمة الساعة 12 في نهاية يوم الجمعة العظيمة دهوت، بنلحن العبارة دهيت لكي نعلن أن الذي مات على الصليب ودفن في القبر هو الله. فبنقول له كرسيك يا الله إلى ظهر إيه؟ إلى ظهر الدهور. قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، لأنه هو ملك الملوك ورب الأرباب، وقضيب ده قضيب الإيه؟ الملك اللي بيحكم به الملك يعني. فكنا وصلنا لغاية العبارة دهية يا أحبائي اللي هي قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، احنا مش هنعيد طبعا اللي خدناه المرة اللي فاتت، نكمل بقى مع بعض. يقول لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. السيد المسيح له المجد، قيل عنه أنه لم يوجد في فمه إيه؟ غش ولا مكر،
لا يعرف الخطيه. فهنا يقول احببت البر، لان طبيعته طبيعه ايه؟ كلها بر. فاحببت البر، طب وفي المقابل ايه؟ ابغضت الاثم. وخلوا بالكم ما قالش ابغضت الخاطي او ابغضت الاثمين اللي بيعملوا الاثم. لا، الله لا يبغض الخاطي ابدا بل يحبه. حتى الكتاب يقول لا يريد موت الخاطي مثلما يرجع وايه؟ ويحب. لكنه يبغض الخطيه ويبغض الاثم ويبغض الشر. وكل انسان مؤمن دعي اسم المسيح عليه ينبغي ان يكون هكذا. عشان كده المزمور الاولاني في مزامير داود النبي يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ليه؟ لانه بيحب البر ويبغض الاثم. فكلنا نقتدي برب المجد يسوع في هذا الامر. يقول من أجل هذا مسحك الله إلهك. طبعا ما يقول هنا إلهك من حيث التأنس، من حيث أنه تجسد وتأنس، لكن مش من حيث لاهوته، لأنه هو والآب جوهر واحد ولاهوت إيه؟ واحد. فهنا يقول من أجل هذا مسحك من المسحة. المسحة كان زمان الملوك بتتمسح بمسحة في تعيينها كمالك، يعني يوم يتمسح بدهن المسحة دي. بعدين بقى يجي النبي، احنا يعني خدنا الحكاية دي في سفر صموئيل الأول لما صموئيل مسح مين؟ شاول الملك، وبعد كده داود الملك. فهنا يقول على رب المجد يسوع من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة. المسحة دي هي معناتها التكريس والتخصيص. هو اتكرس وتخصص لأجل إيه؟ خلاص العالم، لأجل خلاص إيه؟ العالم، لأنه نزل من السماء وتجسد وتأنس وصلب على الصليب ومات من أجل فداء العالم. فمسحك الله إلهك بزيت البهجة. إيه الحكاية ديت؟ هل في فعلا ربنا يسوع مسح بزيت البهجة؟ الزيت هنا في الكتاب المقدس من ضمن رموزه أنه يرمز إلى الروح الإيه؟ القدس. احنا هنحتفل بكره بعيد الغطاس، وهنشوف في حدث الغطاس ازاي الروح القدس حل عليه مثل ايه؟ حمام. وطبعا الحلول ده هو مش معناته ان بدا من اللحظه ديت، كان قبل كده ما كانش الروح القدس معاه، لكنه من حيث لاهوته فهو متحد بالروح القدس وبالاب منذ الايه؟ الازل. ولكن اللي ظهر ده في عيد الغطاس من أجل البشرية كلها، وكأن البشرية الجديدة في شخص المسيح لو مات تقبلت الروح الإيه؟ القدس من أجل خلاصنا ومن أجل أبديتنا. فيقول من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة. وكلمة البهجة هنا يعني حاجة مفرحة. ليه بهجة؟ ليه مفرحة؟ لأن ده كان من أجل خلاص الإيه؟ العالم. وخلاص العالم ده كان سبب إيه؟ فرحة وبهجة ومسرة لكل البشر. بزيت البهجة. وبعدين يقول أفضل من رفقائك. إيه أفضل من رفقائك؟ لو عدنا نستعرض مثلا أنبياء في العهد القديم، مثلا يقول أشعياء ده العظيم في الأنبياء، وأرمية العظيم في الأنبياء، ودانيال وحسقيال، كل دول هل قاموا بالكبوسة رئيس الأنبياء؟ هل قاموا بالدور اللي قام به المسيح لو مات؟ أبدا. هما كانوا بيعملوا إيه؟ دول كانوا بيتنبأوا عن مجيء إيه؟ المسيح. يعني بيعدوا الطريق أمامه لغاية ما وصل يوحنا المعمدان اللي هيعمده في الحدث بتاع بكرة. كان يعد الطريق إلى إيه؟ المخلص. لدرجة إنه لما جم أتباع يوحنا المعمدان أو تلاميذه يتمسكوا به ويعني وكأنه هو المسيح خلاص اللي جاء، قال لهم لا، أنا مش العريس، أنا صديق الإيه؟ العريس. وصديق العريس يفرح ويتهلل إن أنتوا ترتبطوا بالإيه؟ بالعريس، فكلكم ترتبطوا بالعريس. وكان يوجههم للعريس. عشان كده هنا يقول إيه بقى؟ من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك. رفقائك اللي هم إيه؟ الأنبياء واللي كانوا بيعدوا الطريق قبل كده. المر والميعة والسليخة من ثيابك.
احنا المر والميعه والسريخه برضو بنسمعها في المزمور ده هو نفسه اللي بيتلحن يوم ثلاث البسخه ويوم الجمعه الايه العظيمه. لو اتقال بالعربي يعني هو بيتقال بالقبطي، فتلاقي مكتوب كده المر والميعه والسريخه. كانوا بيحطوا الاطياب والحنوط والمر والحاجات ديت على جسد الايه اللي بيموت في وقت دفنه. دين بالكوا ازاي؟ فنفس الحنوط دهيت ليها معاني وليها رموز روحية. ايه بقى الرموز بتاعتها الروحية؟ المر ده يطلع ايه المر ده؟ المر ده سائل صمغي يستخرج من احد الاشجار التي تكسر في المغرب. يطلعوا منها ايه؟ السائل الصمغي ده اللي اسمه ايه؟ المر. ليه ريحة حلوة جدا، عطرة يعني. واحنا عارفين المجوس لما جم يقدموا هداياهم من ضمن الهدايا قدموا ايه؟ مر. العود احيانا بيسمى بالميعة، يعني اما يسمى العود او الميعة، يبقى المر والعود او الميعة. العود او الميعة ده هو سائل صمغي برضو يسيل من احد الاشجار التي تكسر في فلسطين، وريحته زكية قوي، وكان يستخدم كعطر وفي تكفين الايه الموتى، تكفين الموتى. السليخة دي يقول قشور تؤخذ من احد الاشجار التي تشبه شجر القرفة. قشور بتتاخد منها، له طعم ورائحة القرفة. العاج، انتوا عارفين العصر بتاعت الرعاية بيجيبوها من العاج بتاعت الأسقفة والبطرة، فاللي هو من سن الفيل، من سن الايه الفيل. وتزين بها القصور لأنه غالي الثمن جدا، بتتزين بها القصور. وهنعرف القصور دي رمز الايه، القصور دي رمز للكنائس، للكنائس اللي هي بتتزين بهذه القيمة الغالية لوجود المسيح ايه فيها جواها. فالمر يرمز الى الالام، واحنا من بنعرف كده في الهدايا اللي كانوا بيقدموها المجوس، نقول المر ده رمز للايه للالام، لانه المسيح له المجد تجسد وهيتقبل الالام من اجل خلاص الايه العالم. فالمر ده رمز للايه للالام ولصبر المسيح في الامه وموته. العود او اسمه ايه الميعه، العود او الميعه يرمز الى طاعه المسيح حتى الموت، موت الصليب، زي ما الكتاب بيقول اطاع حتى الموت، موت ايه الصليب. السليخه ترمز الى حراره محبه المسيح. فنلخصها بقى، صبر وطاعه وايه ومحبه، يبقى الرموز الروحيه بتاعتها المر والميعه والسريخه يرمزان الى ايه؟ صبر وطاعه ومحبه المسيح له المجد. فهنا يقول ايه؟ المر والميعه والسريخه من ثيابك. ثيابك دي معناتها ايه؟ رمز للتجسد، للتجسد، لانه خد جسد ايه؟ حقيقي يعني، خد جسد حقيقي. المر والميعه لانه شاف الالام وصبر على موت الصليب وقدم المحبة في جسده، أظهر كل الحاجات دي إيه؟ وهو متجسد لأجل خلاص الإيه؟ البشرية. المر والميعة والسريخة مع بعضيها بقى بما لها من الروائح العطرة الحلوة الجميلة دي ترمز إلى الفضائل. وإذا كنا قلنا الصبر والطاعة والمحبة، ما دي من ضمن إيه؟ الفضاء. فعموما بقى ترمز الى ايه؟ فضاء. طيب، والعاج زي ما قلنا كان ثمنه ايه؟ غالي، مش كده؟ اللي بيتاخد من سن الفيل ده، العاج الابيض بيرمز الى البهاء والمجد، يرمز الى البهاء والمجد. طيب خلينا بقى نمشي بقى مع العباره. المر والميعه والسليخه من ثيابك، هو دلوقتي بيوصف مين؟ ربنا يسوع المسيح.
من المنازل الشريفة العاجل التي أبهجتك. المنازل الشريفة ساعات تيجي في ترجمات تانية يقول قصور اللي قصور قصور اللي هي الكنائس، يعني بيظهر مجدك وبرك دوت في كنيستك المقدسة. واحنا هنشوف بعد كده الكنيسة ازاي بيتكلم عنها فيما بعد. المنازل الشريفة العاجل التي أبهجتك، بنات الملوك من كرامتك. الله حلو قوي، بنات الملوك من كرامتك. لو فسرناها بالمعنى الحرفي، كل ملك بيبقى ليه ايه؟ بنات او عزارة موجودين عنده في الأصل. الكرامة بتاعتهم من كرامة الايه؟ الملك. حد يقدر يقرب منهم، حد يقدر يهنهم، حد يقدر يسيء اليهم، كرامتهم من كرامة الملك. طب ايه البنات بقى في المفهوم الروحي؟ هل احنا كلنا ممكن نلقب بهذا اللقب، ولا المقصود بها البنات يعني الجلز يعني وبقيه النفوس؟ لا، احنا هندخل بقى كمان شويه على طول اهوت في النفس البشريه او الكنيسه او العذراء. مره كل واحد مننا من الناحيه الروحيه هو عروس للمسيح. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ خطبتكم. ده بيكلم مين؟ بيكلم الرجال والسيدات والشبان والشابات والاطفال والكل. خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح. يبقى كل واحد مننا الوصف بتاعه في الكتاب المقدس عذراء عفيفه للمسيح. طيب يقول هنا بنات الملوك من كرامتك. تخيلوا بقى الكرامه بتاعتنا من كرامه ايه؟ الملك بتاعنا، ملك الملوك ورب الارباب مسيح الهنا. هل احنا لينا الكرامه كده بالصوره ديت؟ في عينين ربنا. في عينين ايه؟ ربنا. يمكن احنا ساعات كتير او نستهين بنفسنا او الاخرين يستهينوا بينا، لكن ربنا يبص لينا، لينا كرامه كبيره جدا، مخلوقين على صورته وعلى مثاله. وفي العهد الجديد بقينا ايه؟ بقينا اولاده، وبقينا مسكن لايه؟ الروح القدس. عايزين ايه تاني؟ كرامتنا كبيره جدا في عينين ربنا. بنات الملوك من كرامتك. وبعدين يقول قامت الملكه عن يمينك. هنا بقى الملكه الاباء يفسروها هي العذراء مريم او الكنيسه او النفس البشريه، كل نفس مننا. في الحان كتير العذراء تيجي العباره دي، قامت الملكه عن يمينك، مقصود بها ايه؟ العذراء. وتتلحن كده وبتاع، فاكرين اللحن الجميل بنقوله في اعياد العذراء ونقعد نطول فيه جميل قوي قوي. فمن ضمن كده يقول العباره دي، قامت الملكه ونقعد نلحن فيه كده، قامت الملكه عن يمينك. واليمين هنا معناتها العظمه والقوه، يعني والكرامه والمجد، يعني كأن النفس البشريه دي العذراء مريم الاول، النفس البشريه، وبعدين الكنيسه دي في كرامه ومجد لانها تجلس عن ايه؟ عن يمين الملك، فيها كرامه. احنا بولس الرسول لما جه يتكلم عن القيامه قال واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. اجلسنا معه. قامت الملكه عن يمينك. قامت الملكه عن يمينك. يعني يا ريت لما نيجي نقول المزمور ده الواحد يبكت نفسه. بقى ربنا مجهز لنا الكرامه دي يا احبائي. لما امنا بيه وتعمدنا في جرن المعموديه واندهلنا بالميرون، واللي هيحافظ على النعمه دهيت لغايه النفس الاخير هيبقى ايه؟ المجد والكرامه دي ليه في السماء في الملكوت. يبقى ربنا مجهز لنا المجد ده، هل بنحافظ عليه؟ هل بنقدره؟ هل ليه قيمه عندنا؟ فنبقى خايفين ان هو يروح مننا. قامت الملكه عن يمينك بثوب موشى بالذهب. الذهب لانه غالي ايه؟ غالي القيمه. يعني معناتها العروس دي او النفس البشريه اللي هتجلس عن يمينه دي ليها ايه؟ ليها قيمه كبيره قوي، دي غاليه جدا. غاليه. بثوب موشى ايه؟ بالذهب مزينه بانواع كثيره. يا ترى الزينه دي الزينه دي ايه؟ تبقى ايه؟ يعني الكتاب بيقول لا تكن زينتكن الخارجيه
ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، ما تبقى ايه زينة الانسان الوديع الهادي الداخلي، القلب الحلو اللي جوه. فالزينة اللي عايزها ربنا كل مجد ابنة الملك من داخل، هنا جاي في المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل. المجد والقيمة والكرامة في النفس البشرية من جوه، مثل الكنيسة أيضا. ما قلت لكم الحكاية دي بترمز للنفس البشرية أو العذراء أو الكنيسة. دايما حتى من العهد القديم خيمة الاجتماع نلاقي منظرها من بره ايه؟ وحش جدا. حتى الترنيمة بتقول أنا سوداء، أنا سوداء وإيه؟ كخيام قدار. أيوه كخيام قدار، ولكن من جوه إيه؟ جميلة. فكان يبقى من جوه جميلة جدا، رائعة ومحلاة بالذهب وكده، لما تيجوا تقروا في سفر الخروج. لكن من بره الخيمة منظرها سوداء، وحش. كده؟ دي إشارة لإيه؟ للآلام وللحروب ولمواجهة الضيقات إلى آخره. ها؟ إنما من جوه فيها ربنا، هتبقى جميلة، هتبقى حلوة أوي. فيقول مزينة بأنواع كثيرة، الفضائل بقى. إيه الزينة بتاعتنا؟ الفضائل. الفضائل اللي هتزين النفس الإيه؟ البشرية. مزينة بأنواع كثيرة، وبعدين يقول إيه بقى؟ اسمعي يا ابنتي، ده بلسان مين بقى؟ داود النبي. داود النبي اللي قالها بالروح، ما قال بالروح القدس كلامها، لكن دي بتشير لحاجة، دي بلسان ربنا، بلسان ربنا. يعني في المعنى المباشر داود بيوصي كل نفس بشرية، اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي ايه؟ أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، ولكن كل واحد مننا ياخدها من فم ايه؟ نفسه. يقول اسمعي يا ابنتي، انت بنتي، وانظري واميلي اذنك. بقى هنا في سمع ونظر ونميل بايه؟ باذاننا وننسى ايه؟ شعبنا. ايه معناته ده؟ اسمعي. اسمعي لما يقول اسمعي، يعني زي ما بنقول كده في رايه الانجيل في القداس الشماس يقول ايه في الاول؟ قفوا بخوف امام الله وانصتوا. كلمه انصتوا دي يعني ايه؟ يعني اصغوا باهتمام. اسمعي دي انصتي باهتمام، انصتي بتقدير. عشان ايه؟ عشان نطيع وصاياه. بيقول اسمعي يا ابنتي، بيقول لكل واحد مننا اسمعي يا ابنتي. وايه تاني؟ قال انظري. تنظر لايه؟ تنظر لايه؟ افتكرت دلوقتي في القداس الورغوري لما يجي الشماس يقول مرد قبله كبيرة، وبعدين يخاطب الشعب يقول ايه؟ ارفعوا عيونكم ناحية المشرق وانظروا المسبح وجسد ودم عمانوئيل ايه؟ ضل عينيه. انظر، انظر بقى، شوف الجمال ده، جمال ربنا يسوع بجسد ودمه على ايه؟ على المسبح. هنا يقول انظر، اسمعي وانظري، انظري. مش قال في نفس المزمور، خد بالك يا مادة، قال في نفس المزمور ده هو عن المسيح ايه؟ العريس بتاعنا، ها؟ أبرع جمالا من بني البشر. يبقى يستحق ان احنا ننظر له ولا لا؟ وزي ما شفنا ان أبرع جمالا دي مش من الناحية الحسية، لكن الجمال، الجمال والبهاء الروحي، ها؟ وعلى فكرة لما شافته مثلا تمار إيريني تقول نظراته كلها ايه؟ جذابه جدا، جذابه جدا. مش جذابه برضه بالمفهوم الجسدي، لكن بالمفهوم الايه؟ الروح. يعني تكسر النفس، تكسر الايه؟ النفس بالحب، بالحب والوداعه والاتضاع بتاعه. انظري واميلي اذنك. طب ما قلت اسمعي قبل كده. لا، اميلي اذنك، اميلي ايه؟ اذني. كان امبارح عندنا اجتماع لاباء الكهنه خلوه، وبعدين الدكتور اللي بيدينا استاذ في اللاهوت فقال حاجه حلوه قوي قوي عجبتني جدا. بيقول كان زمان في طقس المعموديه، كان في القرن الرابع، الكلام ده زمان قوي، كان الكاهن ينفخ في ودن المعمد، وكان في الغالب المعمدين بناس كبار معظم،
ينفخ في ودنه ثلاث مرات. ليه بقى؟ أصل الودن ديت من خلال حواء سمعت الإيه؟ الكلام بتاع إيه؟ الحية، ورفضت ربنا ورفضت وصيته ومشيت ورا إيه؟ كلام الشيطان. فيجي يبتدي كده الكنيسة من بداية المعمودية تروح تعمل ثلاث نفخات عشان كأنها بتقول إيه؟ أميلي أذنك ليه بقى؟ لصوت الرب بقى، ما تسمعيش تاني صوت الحي، صوت الشيطان، لا. فأميلي أذنك هنا حلوة قوي يا أحبائي، افتكروها. أميلي أذنك. عشان كده في وقت قراية الإنجيل لما الشيطان يقول التوجيه ده، سوري الشماس يقول التوجيه ده في البداية، قفوا بخوف أمام الله. هنا افتكروا العبارة دي بقى. أميلي أذنك. ننصت باهتمام وإصغاء وتواضع ومهابة ومخافة. يا ريت يا أحبائي كل اللي هيعمل كده هيستفيد من قراية الإنجيل. كل اللي هينشغل بحاجات ويبقى سرحان ويبقى يبص للي داخل، إذا كان حد داخل مفروض طبعا حسب طقس الكنيسة ما حدش يتحرك أبدا أثناء قراية الإنجيل، ما حدش يتحرك أبدا. لو جه حتى افترضنا حد واحد جه متأخر يقف على الباب لغاية ما الإنجيل إيه؟ يتقري بيه من كلام ربنا دايركت كده. اتكلمنا على طول. أميلي إيه؟ أذنك وانسي شعبك وبيت إيه؟ أبيك. هنا إشارة لإيه بقى؟ إذا كان بيكلم الكنيسة أو النفس البشرية أو العذراء مريم. العذراء مريم طبعا في التكريسة ها؟ في الهيكل سابت كل إيه؟ سابت كل حاجة، سابت بيتها وراحت من سن ثلاث سنين يعني. ده من معنى الحرفي المباشر يعني. لكن هي بيكلمنا كلنا بقى، بيكلم الكنيسة إن جنرال. ننسى شعبنا يعني، ننسى الحياة الماضية. عشان كده في الطقس بتاع المعمودية برضه الكاهن يقول للأم، لأم الطفل المعمود يقول لها بصي للغرض، تعمل إيه؟ إجحاد الشيطان نيابة عنه، ارفضيه. تقوم تقول وراه أجحادك أجحادك إلى آخره. وبعدين بصي بقى ناحية الشرق للمسيح إلهنا بقى عشان تقولي إيه الإيمان. تعلنين ورا أبونا كلمة بكلمة يسلمها الإيمان. يسلمها إيه؟ الإيمان. كان ممكن يديها كتاب كده ولا ملزمة ويقول لها وقوليها كده بينك وبينك. لا ما ينفعش. يسلمها الإيمان ده. فهنا يقول انسي شعبك وبيت أبيك. أنت جحدت الشيطان ورفضتيه، انسي بقى. ارفضيه. هي الحياة الإيه؟ الماضية. حياة الخطية، حياة البعد عن ربنا. ها؟ انسي خلاص. نفس العبارة دي بتتقال يوم الإكليل في سر الإكليل المقدس. ويقولها الشماس ويلحنها بقى لما جه يجوا يقولوا الوصية بتاعت الإيه؟ العروسة. فيقوم يقول إيه؟ اسمعي يا عروسة واصغي لسمعك وانسي شعبك وبيت أبيك. قوم كل عروسة بقى تسمع العبارة دي يا انسي ماما تعيط بقى وتنسى المعنى الروحي ده، المعنى الروحي اللي احنا بنتكلم فيه ده. تعيط بقى عشان تسيب مامتها. انسي شعبك وبيت ايه؟ طبعا من ناحيه حتى المباشر بالنسبه للعروسه ينبغي ان هي تنسى. تنسى بمعنى ايه؟ ترتبط بزوجها او عريسها الجديد اهوت وتخضع له. وما تبقاش كل شويه عماله تقول ايه؟ ابويا كان بيعمل وابويا كان بيخلي، امي كانت مش عارف بتعمل ايه وده، لا لازم اروح اسالهم، لازم استشيرهم. لا تستريح. تبقى انت مخالفه للايه؟ الوصيه. انسي شعبك وبيت ايه؟ ابيك. انت هنا دلوقتي مرتبطه بيه، ارتباط روحي. الكنيسه سلمتك ليه. يا عريس استلم ايه؟ عروستك. مش بتقولها كده في الاكليل؟ انسي شعبك وبيت ابيك. ليه؟ يقول فإن الملك قد اشتهى حسنك. يا جميل قوي بقى. الملك هنا هو مين؟ ربنا يسوع المسيح. اشتهى حسنك. يا رب أنت لسه باصص لينا إن إحنا فينا حسن وفينا جمال. يقول آه. لكن في أوقات كده يقول أنا بشتهي الجمال ده هو يظهر. أنا بشتهي الجمال اللي في النفس من جوه. يليروا الناس إيه؟ أعمالكم الصالحة فيما تجدوا أباكم الذي في السماوات. أنا بشتهي الحكاية دي.
فربنا عمال يشتهي وينتظر ويتطلع إلى المجد ده من كل نفس مننا. الملك قد اشتهى إيه؟ حسنك. طب إذا كان ربنا نظرته لينا بهذه الصورة، يبقى ينبغي على العروس أو النفس البشرية تكون نظرتها إيه؟ وعلاقتها إيه مع العريس؟ يقول هنا لأنه هو ربك وله تسجدين. هو ربك وله إيه؟ تسجدين، تخضعي ليه وتطيعيه وتعبديه من كل قلبك. ده في المفهوم الروح. طب في العروسة تخضعي ليه وتطيعيه، ودي الوصية اللي إيه؟ بتتقال لها. وبعدين يقول وله تسجد بنات سور بالهدايا. له تسجد بنات سور بالهدايا. سور دي أكبر مركز تجاري في العالم، وكانت قريبة من بلاد اليهود، قريبة من فلسطين، تقع كده في الشمال منها، وكانت غنية جدا سور دي، ومشهورة يعني نتيجة الغنى والبهرجة والحاجات دي، الانغماس في الفساد والوثنية، ما كانتش تعرف ربنا. طيب أمال هنا عايز تقول لنا إيه بقى؟ بنات سور، وإحنا هنجيب بنات سور اللي بالمفهوم ده الوحش ده؟ لا، اللي كانت كده. بنات سور اللي آمنت خلاص بالمسيح، وبقى المسيح ده هو كل مجدها وكل غناها وكل كرامتها وكل فرحها، ونست شعبها وإيه؟ نست الوثنية ونست الفساد ونست الحياة الوحشة والتعلق بالمادة والمال والغنى المادي إلى آخره. هنا يقول بنات سور، ها؟ وله تسجد بنات سور بالهدايا. إيه الهدايا دي بقى؟ الهدايا دي في التفسير الآباء يقولوا بتقدم ليه الإيمان، نعمة الإيمان، هي أمنت بيه، دي بتقدمها هدايا، يعني أمنت بيك يا رب وتعلقت بيك وأنا بحبك، فدي هدية بتقدمها. وزي ما اتفقنا بقى بنات، لما يجي سيرة بنات أو عذارة مقصود بها إيه بقى؟ له تسجد بنات سور بالهدايا ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. طب أغنياء شعب الأرض بالمفهوم المادي؟ لا، الإنسان اللي غني بربنا وغني بالفضيلة يتلقى وجهه. يعني إيه رأيكم في كلمة يتلقى وجهه؟ يعني دايما إيه؟ يتطلع إلى وجه الرب ويترجى، يتلقى وجهه. حلو جدا لينا في المزامير المكتوبة إن ربنا يتطلع إلينا ونحن متطلعين. القصة الجميلة اللي كنت حكيتها لكم مرة قبل كده عن الإنسان البسيط اللي راح يترهبن في الدير، وبعدين لقوه كل شوية في ميعاد معين كده كل يوم يدخل الكنيسة بتاع الدير ويقف على نفسه، ما يعرفش ما يعرفوش بيعمل إيه. ومرة من المرات رئيس الدير حب يشوف بيعمل إيه، فبعت راهب كده يشوفه، فلقاه بقى يدخل ويقعد قدام أيقونة إيه؟ المسيح ابن الملك، ويبص له فرحان جدا وحاجة جميلة أوي أوي. فقال له إيه أنت بتقول إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت كل يوم بتيجي هنا؟ قال له أبدا، كل ما في الأمر أنا أتطلع إليه وهو يتطلع إلي ونحن سعداء بعضنا ببعض. شايفين التعبير جميل إزاي؟ تقدروا تحفظوا ده؟ أنا أتطلع إليه وهو يتطلع إلي ونحن سعداء بعضنا ببعض. يعني ربنا يسوع ربنا بيبتهج وبيبتسم له وفرحان بيه جدا، وكذلك هو الراهب الوسيط ده إيه؟ فرحان بيسوع. حاجة جميلة. فهنا يقول إيه؟ يتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل، كناها دي قبل كده. فالمجد اللي ربنا عايزه في إيه؟ في داخل القلب، مشتملة بأطراف موشاه بالذهب، ليه قيمة غالي، متزينة بأشكال كثيرة، تدخل إلى الملك عذارى في إثرها. تدخل إلى الملك عذارى في إثرها، يعني إذا افترضنا العذراء مريم هتقود المسيرة، عذراء مريم مش كده؟ يبقى احنا كل واحد مننا، لان هي ملكة السمين والأرضين، كل واحد بيمشي في إثرها. إثرها يعني ايه؟
الملكين متزينة بأشكال كثيرة تدخل إلى الملك عزارة في إسرائيل. وهنا العزارة بالمفهوم الإيه؟ الروح اللي هو عدم الارتباط بالعالم أو الخطية، الزنا الروحي. فيبقى الإنسان عذراوية الروح مرتبط بربنا. عذارة في إسرائيل جميع قريباتها إليه يقدمن. قريباتها يعني إيه؟ أنتوا فاكرين في الوصية لما بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك إلى آخره، وقريبك مش قريبك ده يعني ابن أخوك وكل واحد في الإيه؟ الجنس البشري. هنا قريباتها بقى اللي لهم نفس الإيه؟ الهدف، اللي ماشيين في إسر خطوات العدل المرئي. ها؟ في إسرها ماشيين كده للسماء بالملكوت ويفرحوا بربنا ويكون ليهم نصيب في الأبدية. جميع قريباتها إليه يقدمن، إليه يعني للعريس، للعريس بتاع النفس البشرية يقدمن. طيب لما يجي شمس يقرأ الحتة دي فأروح مراجعها له تاني، لأن يقول يقدمن، لا هنا يقدمن. مين اللي يقدمهم؟ الملائكة. الملائكة يقدمون بقى، يقدمون واحد واحد، حاجة كبيرة بقى. يقدمنا يبلغنا بفرح وابتهاج. طبعا ايه انسان حالهم؟ ايه شعورهم؟ فرحة وابتهاج. يبلغنا، يبلغنا يعني خلاص وصلوا للهدف. لو عم الواحد يقول يبلغ كذا يعني ايه؟ وصل. يبلغنا بفرح وابتهاج، يدخلنا إلى هيكل الملك، هيكل الملك أو عرش الملك أو بهاء الملك أو مجد الملك. طبعا هنا احنا عايشين على الأرض، الكنيسة تمثل هذا الأمر، وفي السماء يبقى ايه؟ عرش السماوي والملك السماوي فوق. ويكون لك أبناء عوضا عن آبائك. الآباء بتوعنا حسب الكتاب المقدس مين مثلا؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طيب وهل في أبناء في العهد الجديد؟ يقول أبناء تقيمهم، يكون لك أبناء عوضا عن آبائك. ده لما كان المسيح له المجد يتقابل مع نفس من النفوس ويخلصها كده ويفرح بيها، يقول لأن هذا ابن إيه؟ إبراهيم. يعني أنا جاي عشان ده، جاي عشان. فكأن كل واحد مننا اسمنا إيه؟ أبناء إيه؟ أبناء الآباء دول، مش كده؟ تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. يعني في العهد الجديد لما بدأ ربنا يسوع بالرسل التلاميذ الاثنى عشر والسبعين رسول، وهم دول تقيمهم رؤساء على سائر الأرض، ده هم اللي بشروا وكرزوا بالإنجيل لكل الخليقة. وبقى رؤساء لأن كل رسول أو تلميذ ده بدرجة بطريرك، يعني رئيس إيه؟ رئيس كهنة، رئيس كهنة. فالرؤساء على سائر الأرض ويذكرون اسمك جيلا بعد جيل. شوفوا الكنيسة تأسست في منتصف القرن الأول، وإحنا دلوقتي في القرن الواحد إيه؟ جيلا. يذكرون اسمك جيلا بعد جيل. من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر. طبعا لما اسم ربنا بينتشر ومجد ربنا بينتشر من جيل لجيل، الشعوب تعمل إيه؟ تعترف يعني إيه؟ تشكر ربنا وتسبحه وتمجده، تعترف للرب فإنه صالح. في المزمور الحلو ده فاعترف يعني إيه؟ تسبح أو تشكر أو تمدح. تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر وإلى ظهر الدهور، يعني إلى 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 لأبد الآبدين، يعني حتى في السماء. طبعا وإحنا في السماء نعمل إيه؟ نقعد نشكر ربنا ونسبحه ونمجده، وهي الوظيفة بتاعتنا في السماء كده، مالناش شغلة تانية. من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر وإلى ظهر إيه؟ إلى نشكر ربنا كده. المزمور انتهى، هنقريه معلش بسرعة كده، هو برضو مرة تانية.
فاض قلبي بكلام صالح إني أخبر الملك بأفعال لساني قلم كاتب المال إنك أبرع جمالا من بني البشر وقد انسكبت النعمة على شفتيه فلذلك باركك الله إلى الدهر تقلد سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك استله وانجح وامره من أجل الحق والدعاء والعدل وتهديك بالعجب يمينك نبلت مسمونة في قلب أعداء الملك أيها الجبار الشعوب تحتك يسقطون كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملك لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك المر والميعة السليخة من ثيابك من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد بنات سور بالهدايا ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب متزينة بأشكال كثيرة تدخل إلى الملك عذارى في إثرها جميع قريباتها إليه يقدمن يبلغن بفرح وابتهاج يدخلن إلى هيكل الملك ويكون لك أبناء عوضا عن أبائك تقيمهم رؤساء على سائر الأرض ويذكرون اسمك جيلا بعد جيل من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر وإلى ظهر الدهور أهليل يا إلهنا المجد الدائم أبدا قدام صلاة